أشعل عدد من أصحاب البسطات في منطقة بيادر وادي السير بسطاتهم في وسط الشارع بالمنطقة احتجاجا على قيام فرق أمانة عمان بحملة على البسطات والعربات المخالفة، ما جعل الأمانة تقرر وقف الحملة التي كان من المقرر أن تصل إلى منطقة صوفية. وكانت الأمانة قد بدأت الفترة الماضية حملة على البسطات في مختلف مناطق العاصمة وستستمر بها، حيث ستكون منطقة صويلح المحطة القادمة لحملات الأمانة الأسبوع القادم.